بنا من أطعمنا من نهبنا من نعاننا ومن نعان معاهدنا ومساجدنا من له حق علينا من نوصانا بالدعاء. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا في سائر أمورنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب وافتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.